بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد سلامه. هنكمل مع بعض سلسله فيديوهات عمليات من قلب الشبكات. هنتكلم النهارده على الديجيتال سبسكرايبر لاين. طالما قلنا التريبل بي او اي، لازم نقول ان هو هيشتغل مع الديجيتال سبسكرايبر لاين اللي هي الاي دي اس ال. شباب اللي احنا متعودين عليها، احنا متعودينها دايما اقول لك ايه، هات لك خط اي دي اس ال من شركه تي اي داتا. طيب هو ثلاث انواع الديجيتال سبسكرايبر لاين. ده احد انواع الوان تكنولوجي، يبقى ده كده وان تكنولوجي ديجيتال سبسكرايبر لاين. اول نوع منه اسمه اسماتريك دي اس ال ديجيتال سبسكرايبر لاين، واحنا بنسميه اللي هو الاي دي اس ال على طول الاختصار بتاعه. طبعا الراجل ده احد الاتصالات اللي بتكونكت بالاي اس بي علشان تجيب لك انترنت، كلنا عارفين الكلام ده. طيب انا ايه اللي انا عايزك تعرفه؟ ان الماكسيمم ديستانس من الدي اس ال مودم لحد المالتيبلكسر اللي هو الديسلام لازم تبقى ماكسيموم، يعني اقصى حاجه 18000 فيت، يعني من هنا كده لهنا 18000 فيت. لو عدت شركه الانترنت ما تقدرش تديك خدمه. لذلك في ناس بتروح علشان تقدم على الانترنت يقولوا لا، المسافه بينك وبين السنترال كبيره، فانا اسف مش هقدر اديك خدمه انترنت. ليه؟ لان احنا شغالين بالاي دي اس ال، والاي دي اس ال اخرها 18000 فيت. طيب وفي نفس الوقت يا شباب الكونكشن بيبقى 8 ميجا بت بير سكند، ده كان الماكسيمم كونكشن. هو بيعلى دلوقتي، ده الداونلود. يبقى انا لما اجي اعمل داونلود اقدر اعمل داونلود ب 8. طيب والماكسيمم اب ستريم الابلود 1.5 ميجا بت بير سكند، ده بطيء جدا، بيعتبر زي التي 1 سيركت. طيب ده كده هيبقى شكل الكونكشن بتاع الاي دي اس ال بالتفصيل، هيبقى عامل كده شباب. ده كل اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. هتروح للمالتي بلكسر وتروح للاي تي ام وتروح للراوتر عندك اوزنتيكيشن، وفي بقى دي اتش سي بي سيرفر عشان بيديك البابليك اي بي. يبقى البابليك اي بي بيجي لك من هنا وبيتغير كل فتره، واليوزر نيم والباسورد بتوعك بيجوا لك من هنا عن طريق الراوتر الخاص بالسيرفيس بروفايدر. لو الكلام ده تمام بيبتدي يخرجك من على الانترنت، مش تمام يبقى انت كده ايه، بيعمل فيلر او بتضطر تتصل بيهم بقى تشوف المشكله فين. طبعا هو بيقول لك ان الجزء ده كده بيسمى تريبل بي او اي نتورك، لو احنا بنشتغل بالاي بي مع اللاير 3 يعني، ومع الايثر نت بيشتغل بي الاي تي ام. الاي تي ام داتا لينك لاير هيشتغل بالاي تي ام بروتوكول. والماكسيمم طبعا بيقول لك 18000 فيت. تمام. طيب النوع الثاني يا شباب الاس دي اس ال. الاس دي اس ال او السيمتريك سيمتريك دي اس ال، الراجل ده بكل بساطه الماكسيمم ديستانس بتاعه 12000 فيت. الثاني كان 18000، فالثاني احسن في الديستانس، ولكن الاب ستريم والداون ستريم داتا ريت بتكون واحد من عشرة يعني ميجا بت بير سكند. فايضا طبعا الاي دي اس ال كان احسن من الاتصال ده. تعال نشوف بقى الاتصال الاخير اللي هو الفيري هاي بت ريت دي اس ال او الفي دي اس ال، وده احسن نوع من انواع اتصال الاي دي اس ال يا شباب. الداون بيديني 52 ميجا بت بير سكند و 12 ميجا بت بير سكند للابلود لو انت بترفع بيانات، والديستانس بيكون 4000 فيت يا شباب، وده من احسن انواع الخاصه ب الدي اس ال. اتمنى شباب ان القصه تكون وصلت. هم ثلاث انواع بس، كل اللي يهمني فيهم انت بعرف الفيت بتاعه قد ايه، الاب والداون قد ايه. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.